السلام عليكم ورحمة الله. بقالنا كام يوم بنعمل أكل وصابون وحاجات قد كده. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل الحلو اللي هو الرز بلبن. معايا هنا كوباية إلا ربع رز، ومعايا 4 فانيليا، ومعايا كيلو لبن حطاه على النار. بس أنا بعمل الرز بلبن بسخن اللبن قبليها. في ناس بتحطه ساقع، انتي واللي انتي عايزاه، انتي وذوقك. كل واحدة وليها طريقة. أنا طريقتي بحب اللبن أغليه قبل ما أحطه على الرز. دلوقتي بقى الطريقة هعمل إيه؟ هغسل الرز، كوباية الرز دي غسلنا الرز أهو. بص أصلا الرز نضيف إزاي. أنا عايزة الرز بتاع اللبن يكون نضيف كده. وأحط قد ايه عليه؟ هسلقه فيه الاول. احط بتاع كوبايتين ميه بالظبط. اهو كوبايتين ميه هسلقه في الميه دي وارجع اقول لكم نعمل ايه. وادي الرز اهو، اهو انا زودت كوبايه ميه تاني، يعني كده 3 كوبايات مش كوبايتين زي ما قلت لكم، 3 كوبايات. بصي الرزاي سلقت ازاي. بصي انا عايزه الرزايه تبقى كده، هصفيه من ميه وارجع لكم تاني. كده اهو صفيته، معايا كيلو اللبن هكبه عليه. هحط قد ايه السكر؟ حسب الرغبه بقى، عايزاه مسكر هتسكريه وتدوقيه وتعرفي تحط قد ايه. يعني السكر ده تبعك انت، لان انت اللي هتحددي انت عايزه ايه. ادي معايا كوبايه اهو، انا هحط بتاع كوبايه وربع سكر. وافضل اقلب. بص لونه جميل ازاي. في ناس بتعمله وتحط عليه اللبن ساقع. دي كده هو غلي معايا اهو، اهو والرز كمان استوى اكتر مع اللبن. هكون مجهزة معايا ايه، حبة مية صغننين بتاع معلقتين مية او 3 معالق مية، وحط عليهم نص معلقة نشا. ليه نص معلقة نشا؟ عشان انا عاملة كيلو لبن، عاملة كيلو لبن. لو انا عاملة كمية ممكن احط معلقة نشا او 2 معلقة، لاني اصلا الرز بينزل نشا كتير، فما تكتريش في النشا هتلاقيه عمل معاكي كلكع. اهو يغلي غلوتين تاني بالنشا. اخر حاجة بحطها بقى، يعني بحط الفانيليا بعد ما احط النشا بشوية كده. الاقي اهي قرب يغلي اهو، اقوم حاطة ايه كيسين فانيليا دلوقتي، والكيسين التانيين بحطهم على الوش بعد ما بيجي يخلص في الاخر، بقوم رش عليه رشة فانيليا تاني. اهو كده اهو خلاص غلي بالنشا اهو. بص قوامه من ازاي. في ناس بتحط عليه قشطه، وفي ناس بتحط عليه كريم شانتيه، بس انا ما بحبوش دسم قوي. انا وعيالي بنحبه بالطريقه دي كده. كل ما بتزودي حاجة هو بيبقى كويس، بس كويس للرفيعين بقى، يعني اي واحدة نحيفة تحط عليه كريم شانتيه وتحط عليه قشطة وتحط عليه كل حاجة. اهو بس كده هحط بقى الاتنين الفانيليا اللي باقيين.
واغطي عليه بقى، اطفي عليه، اقلب الاول تقليبه، اغطي عليه كده وادي اهو خلاص. بصوا ولا مكلكع ولا اي حاجه اهو، هنغرفه سوا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. وكوباية وربع السكر اللي انا حطاها ظابطه معايا السكر، ولا محتاج ولا اي حاجه، ولا زايد ولا ناقص. هغرف انا الكميه بقى وارجع لكم. غرفت كله اهو. معايا بقى ايه؟ معايا سوداني على زبيب على جوز الهند، هقوم حطها على الوش كده. ودي الكمية اللي عملها معانا، كيلو اللبن وكوباية الا ربع رز، طلعت معانا الكمية دي كلها. ودي بصي الطبق، بصي ولا مكلكع ولا اي حاجة، والطعم تحفة. لو عجبتكم الوصفة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.